نكمل بمقطوعة من الموسيقى الكلاسيكية الفارسية، الموسيقى من إيران. في إيران في شيء اسمه الرديف، الرديف بيقابل بالموسيقى الشرقية العربية الوصلة، فهي مجموعة من المقطوعات والأغاني بترتيب معين، وكلها بتخضع لازم تكون بنفس المقام. ففي جزء زي كيف السماعي بالموسيقى العربية أو اللونجا أو السيرتو، في شيء اسمه جهار مضرب، جهار مزرب بالموسيقى الفارسية، اللي هو بكون قطع نوعا ما سريعة في إيقاع، هي جهار يعني أربعة ومضرب يعني ضرب الرباعي، فواحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا يعني فورم مهم كثير في الموسيقى، في الوصلة الرديف الموسيقى. فرح نازف جهار مضرب من مقام النوى، ممكن يكون المؤلف هو حسين علي زادة. Thank you.